رجعت لكم مع فقرة مهمة جدا هنتكلم فيها عن الجمهورية الجديدة منذ بداية عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وطفرة الجمهورية الجديدة ومصر بتسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها، تسير نحو الديمقراطية، جمهورية تكون فيها مساحة للجميع، تحترم حقوق الإنسان، تضمن العيش الكريم لكل مواطن. وفي هذا الإطار توشك مصر أن تشهد مرحلة جديدة من هذا التحول، وهي بداية الجلسات الفعلية للحوار الوطني، واللي عكست مبادرة الحوار الوطني رؤية القيادة السياسية حول ضرورة تطوير الحياة السياسية في مصر كجزء أساسي من خارطة الطريق نحو الجمهورية الجديدة. هنتكلم النهاردة عن حديث الساعة، وهو الحوار الوطني وأهميته لمصر والمصريين. يسعدنا يكون معنا الكاتب الصحفي مصطفى أبو عطا. أهلا بيك. أهلا بيك يا أستاذ عبير، وصباح الخير على حضرتك وعلى أعزائي المشاهدين. صباح الخير على حضرتك وصباح الخير على مصر كلها. صباح الجميع عليها. في البداية خالص، المواطن المصري البسيط جدا اللي ما يعرفش أي حاجة عايز يعرف يعني إيه حوار وطني وهيستفيد منه إيه؟ أولا، في الحوار الوطني منذ في حقيقة الأمر منذ العام الماضي، منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي خلال إفطار الأسرة المصرية عن الحوار الوطني، هو دلالة على نجاح القيادة السياسية في بعض المعطيات وبعض الأسس الخاصة بتطوير الحياة السياسية داخل الجمهورية الجديدة منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي لذلك الحوار. الحوار الوطني هو عبارة عن اطروحات وملفات خاصة بالقوى السياسية والقوى الحزبية والقوى الاجتماعية لمناقشة كافة هذه الاطروحات من أجل نهضة الدولة المصرية في العديد والعديد من الملفات خلال هذه الفترة العصيبة اللي بتمر بها الدولة المصرية وفي كثير وكثير من التحديات الداخلية والخارجية. الحوار الوطني هو مناقشة جميع الملفات الاقتصادية على المستوى الزراعي وعلى المستوى الصناعي وعلى المستوى التجاري، ده نقطة من ضمن النقاط اللي هي الخاصة بالحوار الوطني. وأيضا مناقشة بعض الملفات السياسية والحزبية، على سبيل المثال كيفية تقوية الأحزاب خلال الأونة القادمة عن طريق دمج الأحزاب، عن طريق وضع بعض الأسس والمقاليد الخاصة بنهضة الأحزاب المصرية خلال الأيام القادمة، خاصة أن احنا شايفين خلال البرلمان الحالي بعض الأحزاب تطالب بالتعدد وفتح حوار أيضا لدعم الأحزاب المصرية في ظل التواجد المالي السياسي، في ظل تواجد بعض الأحزاب التي لم تمثل في البرلمان الحالي سواء مجلس النواب أو مجلس الشيوخ الماضي. لكن مع هذا الحوار وتواجد جميع أطياف المجتمع وتواجد جميع النقابات وتواجد جميع القوى السياسية سواء المؤيدة أو المعارضة، المعارضة اللي هي البناء لدعم الدولة المصرية وخلافه، شفنا قد إيه حالة الدمج وحالة السعادة داخل الوسط السياسي والوسط البرلمانية والوسط الاجتماعي والاقتصادي خلال الفترة اللي فاتت. وشفنا منذ أيام انطلاق هذا الحوار على أرض الواقع وجميع أطياف المجتمع موجودة وطرحوا جميع الملفات الخاصة بالوضع السياسي والوضع البرلماني والوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي خلال الأونات الأخيرة. ده أيضا نجاح للدولة المصرية في ظل التحديات اللي موجودة فيها خلال الأونات الأخيرة، ورسالة كبيرة جدا للعالم الخارجي والعالم الداخلي في ظل التحديات اللي موجودة النهاردة والصراعات الخارجية، إن في دولة قائمة تريد الإصلاح الاقتصادي، تريد الإصلاح السياسي، تريد الإصلاح الاجتماعي على المستويات. الحوار الوطني احنا شفنا بعض الاطروحات الخاصة بالملف الاقتصادي خاصة في ظل التحديات وما يحدث داخل الحوار الوطني. قبل ما ادخل على الجزء الاقتصادي، حضرتك قلت جملة لفتت انتباهي، وهي اللي داخل الوسط السياسي في فرحة. نعم. في نشاط. طبعا. اللي له شغل في السياسة أو له حد قريب منه في السياسة أو متابع للشارع المصري هيعرف إن كان في فترة ركود عامة كده خاصة من الناحية السياسية. صحيح. رجع تاني في حماس، رجعت الأحزاب بكل طوائفها المعارضة واللي معه، رجع يبقى فيها نشاط، رجعوا بيجهزوا ملفات، بيجهزوا أوراقهم. صحيح. رجع الشارع المصري بيتكلم بكل حرية وإريحية في كل ما يخص مصر، رجع في حوار. صحيح. فهرجع تاني لنقطة في حوار وطني، وكل الناس اللي مهتمة بالسياسة عارفة ده وفهماه وملاحظاه في الفترة الأخيرة. صحيح.
خلينا اتفق معاكي، يعني هتكلم معاكي الحوار السياسي منذ اندلاعه الناس لم يكن احد يتخيل ان الحوار السياسي هيبقى فيه بعض الاطروحات الخاصه على دمج الاحزاب وكيفيه تقويه الاحزاب وكيفيه تفاعل الاحزاب على ارض الواقع، لان احنا شفنا خلال البرلمان الماضي ما كانش متواجد داخل البرلمان الماضي اكتر من 3 أو 4 احزاب مؤخرا يعني، لكن النهارده مصر فيها ما يقرب من حوالي 104 حزب على ارض الواقع، لكن الاحزاب الفعليه لا تتعدى ال 10 احزاب، يعني على يترأسهم مثلا مستوى الوطن مؤخرا احنا شفنا احزاب صغيره بدات تنشا خلال الاونه الاخيره، على سبيل المثال شفنا رجوع بعض القيادات السياسيه اللي كانت اختفت على المشهد السياسي مثلا، زي مثلا رجوع محمد بدران اللي انشا حزب مستوى الوطن منذ توليه، وايضا النهارده رجوع محمد بدران لحزب الشعب الجمهوري وخلافه، شفنا ايضا احزاب متواجده على ارض الواقع خلال الاونه الاخيره، حزب العدل على سبيل المثال، شفنا حزب الحركه الوطنيه، شفنا حزب الغد، شفنا احزاب اخرى خلال الفتره اللي فاتت بتقدم اطروحات من اجل نهضه الحياه السياسيه، لم يكن احد يتخيل لهذا الحوار في هذا التوقيت الصعب، كل الاحاديث وكل الاقاويل بتتكلم خلال الفتره اللي فاتت عن الوضع الاقتصادي وكيفيه نهضه الدوله اقتصاديا خلال هذه التحديات، ولكن بالمقابل احنا بنشوف داخل الحوار الوطني وشايفين قد ايه موجود بعض القوى المعارضه وبعض الاحزاب اللي هي محسوبه على المعارضه بعض التيارات المعارضة داخل هذا الحوار وبتقدم اطروحات من أجل التغيير الشامل للحياة السياسية، وهذا نجاح للدولة المصرية والقيادة السياسية في ذلك الوقت الصعب جدا. أما نيجي نتكلم النهاردة عن تمثيل بعض الأحزاب وعن دعم الدولة للأحزاب وعن دعم الدولة للقوى السياسية والشبابية والمرأة بوجه عام، لا احنا شفنا في متغيرات كبيرة جدا، وهذا يعني ليس وليد اللحظة. لو رجعنا منذ سنتين شفنا تنسيقية شباب الأحزاب وهي ممثلة في البرلمان الحالي ما بيقرب من حوالي 40 نائب، أكثرهم يتراوح أعمارهم من 25 عام ل 45 عام، ولهم طروحات ولهم قوة داخل البرلمان سواء مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، وأدية الشباب واعي على قدر كبير جدا من المسؤولية، وده دلالة على دعم الدولة للشباب. وأيضا شفنا ما يقرب من حوالي 25% داخل البرلمان مرأة، وشفنا أدية المرأة المصرية النهاردة أصبح لها قوة سياسية كبيرة جدا داخل الحياة السياسية والحزبية بوجه عام. وأيضا لما بنتكلم على الحياة السياسية ما يقرب من حوالي 7 وزارات ترأسهم مرأة مصرية، ومحافظة دمياط على سبيل المثال، ونجاح كبير جدا للدولة المصرية في هذا الملف خاصة. أما نيجي نشوف النهاردة الحياة السياسية خلال الأيام القادمة مع الحوار الوطني، نعم هيكون في متغيرات. الجميع النهاردة يطالب النهاردة القانون الأحزاب ماذا سيحدث، والنهاردة قانون الدوائر ماذا سيحدث به، أيضا قانون المحليات ماذا سيحدث به، أهم القوانين اللي هي على طاولة الحوار. خلينا نتكلم معاكي، الجميع يطالب خلال الفترة اللي فاتت بتواجد المحليات في أسرع وقت ممكن، ولكن هل المحليات هتكون قبل انتخابات الرئاسة في 24 ولا عقب انتخابات الرئاسة 24؟ لأن المحليات هي أساس الدولة المصرية وهي النتاج الكبير جدا لقواعد الدولة المصرية. لأن النهاردة خلينا نتكلم بمنتهى الصراحة، هو أنا هتوقف برضو بعد إذن حضرتك، المواطن البسيط كان عنده خلط ما بين المحليات والوحدات المحلية. صحيح. للأسف المواطن كان عنده خلط بين أعضاء المجالس المحلية للحي وللقرية وللمدينة وللمحافظة، وما بين المحليات اللي هي الخاصة بالأحياء. صحيح. وكان في عنده الخلط ده كان عامل مشكلة. المحليات اللي احنا بنتكلم عنها هي اللي كانت بتتم بانتخابكم، الأعضاء انتوا اللي بتختاروهم، اللي بيمثلوا الحي اللي انتوا عايشين فيه، اللي بيمثلوا الشارع اللي انتوا عايشين فيه، اللي بيمثلوا المدينة، اللي بيمثلوا المحافظة، واللي بيتكلموا باسمكم وشايفين مشاكلكم كلها سواء في البنية التحتية او المشاكل العامة، هما اللي كانوا بيوصلوا صوتكم. بقالنا فترة مش موجودة. صحيح. وبقالنا فترة فعلا مش خلينا نتكلم معاك ان اخر مجلس محلي خاص محلي كان عام 2008، ومنذ عام 2008 حتى هذه اللحظه لم يتواجد مجلس محلي خلال هذه الفتره. ولكن خلينا نتكلم معاك ان المحليات هي عصب الدوله المصريه سياسيا وتنفيذيا. لو جينا اتكلمنا على ارض الواقع، دور عضو مجلس النواب هو تنفيذي وتشريعي، لكن المحليات هي المنوطه وهي المختصه بكافه المشاكل المواطن المصري سواء صحيا سواء زراعيا سواء تعليميا ايا كان هو المرتبط بين المواطن. لك ان تتخيل مثلا كان متواجد عضو مجلس محلي قروي ومدينه ومركز ومحافظه، يعني كان متواصل مع جميع اطياف المجتمع المصري بوجه عام، وكان هم اللي بيقدروا النهارده يتواصلوا مع الشارع بوجه عام. لان انت بتتكلمي مثلا لو اتكلمنا اعداد اعضاء مجالس المحليه
خلال مجلس المحلي اللي هو كان 2008 كان ما يقرب من حوالي 54 ألف عضو مجلس محلي قروي ومدينة ومركز ومحافظة، فكان عدد كبير جدا النهاردة بيقدر يتواصل مع الشعب المصري في جميع مؤسسات الدولة المصرية. ولكن النهاردة كان هو حلقة الوصل جدا، حلقة الوصل بين الشارع وبين النائب وبين الجهات التنفيذية. مفيش نائب، يعني احنا لو بصينا كده في بعض المحافظات أو بعض الدوائر كان فيها نائبين بس، صحيح كل دائرة كان فيها نائبين، فمستحيل اتنين نواب يعرف صوت كل اللي موجودين في الدايره يوصل لهم الا لو كان في وسيط، طبعا لو كان في حلقه وصل. خلي بالك يا زعبير، يعني مثلا في الحي بتاعك كنت بتلاقي اكتر من حوالي 15 او 20 عضو مجلس محلي، تمام. كانوا موجودين مثلا ممكن يتقسموا نفسهم على انت مسؤول عن منظومه الصحه، انت مسؤول عن منظومه التعليم، انت مسؤول عن منظومه التموين، انت مسؤول عن منظومه الزراعه، فكان في تكاتف وتلاحم بين جميع اعضاء مجلس. كانوا بيخلصوا بعض الاوراق الخاصه بالمواطنين، صحيح. الحاجات البسيطه، صحيح. الخاصه، صحيح. بالمشاكل بتاعه المواطنين، ده كانوا بيقدموا اطروحات كبيره جدا وطلبات احاطه واستجواب لكافه المسؤولين داخل المحافظه التابعين ليهم، وكان بيلبى لهم دور قوي جدا على ارض الواقع، اقوى في الفتره دي، اقوى من اعضاء مجلس النواب في الفتره دي لو كنا نتذكر ذلك يعني. لكن النهارده اعضاء مجلس النواب في الفتره دي كان كل الناس بتقول ان هم بمجرد ما بينجحوا ما بنشوفهم، صحيح. كان الشغل الفعلي على أرض الواقع كان للعضو المجلس المحلي اللي للأسف الناس ما كانتش تعرفه والناس ما تسمعش عنه، وبرضو لما حصل خلط ما بين المجالس المحلية والمحليات الناس دي اتظلمت، والله بجد الناس دي اتظلمت فعلا. أنا متفق معك جدا، عشان كده خلال الحوار الوطني جميع القوى السياسية والأحزاب بتطالب بسرعة الانتهاء من قانون المجالس المحلية والإعداد والتعداد ل هذه الانتخابات خلال الأيام القادمة. هو السؤال بيطرح نفسه والجميع الأطياف المجتمع، امتى هيكون في محليات؟ الحوار الوطني على ما أعتقد خلال الفترة القادمة هيتم تحديد موعد الانتهاء من قانون المجالس المحلية، وهيتم طرحه على القيادة السياسية، وعلى ما أعتقد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمرات الشباب ومنتدى الشباب العالم طالب كثيرا بالانتهاء من هذا القانون من أجل خوض المحليات، لأن المحليات من خلالها هتطلع لنا اعضاء مجلس نواب قويه جدا، هتطلع لنا شباب يعي كل كبيره وصغيره، هتطلع لنا شباب وطني عنده طروحات كبيره جدا على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، لان المحلات هي عصب الدوله المصريه. هتطلع لنا ناس بتفهم. طبعا طبعا. خليني اتكلم معاك. في ظل النهارده التواجد او الانفتاح اللي موجود على الحياه السياسيه النهارده، وفي ظل النهارده دعم الدوله للشباب ودعم الدوله للمراه ودعم الدوله للمؤسسات الكثيره والكثيره خلال الفتره اللي فاتت، ده ايضا دلاله على القياده السياسيه تعي كل كبيره وصغيره النهارده من اجل دعم الدوله المصريه ودعم الشباب خاصه خلال الفتره القادمه. الشيب يذكر لو تتذكرنا ما كانش موجود قبل كده دعم كبير جدا سياسيا للشباب، احنا شايفين الشباب النهارده منتشر في جميع الجهات التنفيذيه في الدوله المصريه، احنا شايفين النهارده المراه اصبح لها دور قوي جدا النهارده، لو تذكرنا 25% داخل البرلمان مراه مصريه لم يكن احد يتخيل ذلك، لو شفنا النهارده ايضا شيب يذكر ايضا دعم الدوله ونجاح الدوله السياسيه ونجاح الدوله التنفيذيه، النهارده لاول مره تعتلي المراه المصريه منصه قضائيه على سبيل المثال في مجلس الدوله وخلافه، يعني كل هذه النجاحات النهارده دلاله على قوه الدوله المصريه في هذه الملفات، سواء المراه المصريه سواء الشباب سواء القوى السياسيه والحزبيه. هنشوف الايام القادمه الكثير بيطالب بدمج بعض الاحزاب، لان خلينا نتكلم معاك على ارض الواقع، احنا الشارع المصري يعني ما يعرفش غير هم خمس ست احزاب وهنقول 10 احزاب، بالمقابل لجنه الاحزاب النهارده فيها ما يقرب من حوالي 104 حزب، طب هل الايام القادمه الاحزاب اللي هي مهمشه او ضعيفه على ارض الواقع ممكن يكون في اندماج؟ نعم، واتمنى يكون في اندماج من اجل نشوف النهارده مثلا الاحزاب عشان اللي مصلحه مصر. طبعا يعني مثلا ممكن هتلاقي 30 40 حزب الايديولوجيه بتاعتهم او افكارهم قريبه من بعضها، فهم النهارده يندمجوا تحت رايه واحده ايا كان، ويبداوا النهارده يشكلوا ويعملوا النهارده كوادر شبابيه او كوادر سياسيه لخوض الانتخابات مجلس النواب او انتخابات مجلس الشيوخ او المحليات القادمه، وبالمقابل ان الدوله هتتابع كل ذلك، وممكن نلاقي من هؤلاء الكوادر النهارده متواجد منهم نواب محافظين، اعضاء مجالس محليه، اعضاء رؤساء مجالس محليه او مجلس مدينه ايا كان، وهيتم دعمهم من قبل القياده التنفيذيه والقياده السياسيه بوجه عام خلال الفتره القادمه. استاذ مصطفى، انا عايز ارجع ورا مش كتير، فتره بسيطه، عايز ارجع لحفل الافطار الاسره المصريه في رمضان. نعم. واللي كان دعوه الرئيس للحوار الوطني. من يوم الافطار للنهارده
انت شايف الشارع المصري فيه؟ بص هقول لك على حاجه. الشارع المصري خلال الايام الماضيه كان كل الشغل الشاغر هو الاقتصاد المصري الى اين. الاقتصاد والرئيس والقياده السياسيه، وكلنا عم بنمر بمرحله صعبه جدا مش وليده اللحظه. خلينا نتكلم معاكي ان الشارع المصري خاصه منذ عام 2020 وبيمر بازمه كبيره جدا، والدوله المصريه نجحت في اول ملفات صعبه جدا وهو ملف ازمه كورونا، والحمد لله رب العالمين الدوله نجحت نجاح ساحق في يعني عدينا هذه الازمه الحمد لله رب العالمين. لكن بالمقابل للاسف الشديد الدوله كانت بتبني وتعمل مشاريع قوميه وتعمل طرق وتعمل كباري والقضاء على الارهاب ومنفتحه ودعم القياده السياسيه ودعم القوات المسلحه وخلافه في الكثير من الاتحادات الداخليه والخارجيه، لكن العالم كله تاثر طبعا. حياه كريمه العالم مليون صحه طبعا، ففي مشاريع كبيره جدا وفي نجاحات كبيره جدا للدوله المصريه. يعني خلينا نتكلم معاك ان الدوله اما كنا بنتكلم مع بعض في الكثير والكثير من الملفات، دولة بتبني ودولة بتواجه إرهاب، دولة بتبني ودولة بتعمل مشاريع، دولة بتحارب إرهاب ودولة بتعمل مدينة العالمين، دولة بتحارب إرهاب ودولة بتعمل عاصمة إدارية، دولة بتحارب الإرهاب وبتعمل بعض المشاريع والخاصة بالقناة السويس الجديدة وخلافه. فكان كل ذلك النهاردة في ظل التحديات، النهاردة بنواجه صعوبات كبيرة جدا، بنواجه تحديات كبيرة جدا إعلامية وتوشيح للدولة المصرية وقنوات بعينها بتهاجمنا في كثير من الملفات وأجندات خاصة وتمويلات وخلافه وخلافه، فكل ذلك مع نجاح الدولة المصرية. طب الشاب الشاب يذكر طالما احنا بنتكلم في الشارع المصري بيقول ايه؟ خلال الآونات الأخيرة أو خلال الأيام السابقة الشعب المصري النهارده رفع القبعة على القوات المسلحة والرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه للقوات المسلحة في ظل التحديات الرهينة اللي بتمر بها الدولة المصرية. لأن النهارده الشارع النهارده لو حدة الحديث عن الملفات الاقتصادية خفت شوية، لأن هكلمك بمنتهى الصراحة احنا أبناء شارع واحد. أنا النهارده ممكن أنام يوم جعان بس ما أعرفش أنام يوم من غير أمن. في ظل النهارده نجاح الدولة المصرية أمنياً وعودة الاستقرار الأمني وعودة الاستقرار السياسي والحمد لله رغم الصعوبات الاقتصادية اللي بيمر بها العالم كله، مش مصر بس بيمر بها العالم كله، الحمد لله المركب ماشية مع في ظل الصعوبات اللي موجودة اقتصادية، والرئيس نفسه تكلم مع القوى السياسية ومع القوى التنفيذية ومع جميع الخبراء الاقتصاديين منذ المؤتمر الاقتصادي اللي كان من شهرين تقريبا، وبيحاولوا النهاردة نعدي هذه الأزمة الاقتصادية في ظل التحديات الرهيبة. الأزمة الاقتصادية أنا تحديدا شهادتي هتبقى مجروحة، لكن أنا هسأل حضرتك من اختلاطك بالشارع. الأزمة الاقتصادية عالمية مش نعم. عندنا بس، زيادة الأسعار في العالم كله صح. عندنا في مشكلة ما بننكرهاش، في ارتفاع كبير جدا في زيادة الأسعار والدخل مش مغطي ده، لكن ما وقعناش صح. في وجودك في الشارع أكتر شهر بنعرف نختبر فيه ظروفنا الاقتصادية هو شهر رمضان طبعا. وده ما نقدرش ننكره. أنت حسيت أن الناس متضايقة في شهر رمضان؟ هو طبعا هو شهر كريم فربنا بيبارك فيه، ده اولا. يعني احنا شفنا جميع الجهات التنفيذيه في الدوله كانت عامله الشوادر وجميع عربيات القوات المسلحه وعربيات الشرطه كانوا موجودين في جميع الميادين، متواجد فيها اللحوم والزيت والسكر، موجود كافه المتطلبات والسلع الغذائيه لدعم الاسر المصريه. كنا بنشوف الشوادر الخاصه كبيره جدا بوزاره الداخليه موجوده في الميادين والشوادر الموجوده الخاصه بالقوات المسلحه موجوده، وكانت العربيات بتلف جميع شوارع وفي القرى كمان، وكانوا بينادوا في المساجد ان العربيات محدش يعني الحمد لله حس بالازمه في شهر رمضان الماضي، ولكن احنا بنعترف وحضرتك بنعترف انا بعترف ان في ازمه، ان في ازمه ولكن هتعدي ولازم ايدينا تبقى في ايدين بعض علشان تعدي. عبير احنا بقالنا 7000 سنه بنتحارب والحمد لله حتى هذه اللحظه واقفين على رجلنا، بنواجه صعوبات كبيره جدا على المستوى الداخلي، بنواجه صعوبات كبيره جدا على المستوى الخارجي، بنواجه تحديات كبيره جدا. ولازم الشعب المصري يفهم النهارده ان مصر النهارده ربنا حماه في قرانه وفي احاديثه، مصر النهارده هي عصب الامه العربيه، هي عصب افريقيا، هي عصب المنطقه. يعني لو جينا النهارده بصينا حوالينا ما يحدث في ليبيا وما يحدث في السودان وما يحدث في سوريا وما يحدث في لبنان وما يحدث وما يحدث، لكن احنا دولة ربنا سبحانه وتعالى حاميها وخير وجناد الارض، وعندنا قيادة سياسية حكيمة وتاع كل كبيرة وصغيرة، وقد ايه عندها حب لهذا الوطن واخلاص لهذا الوطن، وعندنا قوات مسلحة وشرطة مصرية بتقدم تضحيات كبيرة جدا من اجل الحفاظ على هذا الوطن، ولولاهم ما كناش قعدنا القعدة دي. الدولة المصرية يا فندم خلال السنوات الماضيه منذ عام 2011 حتى هذه اللحظه قدمت ما يقرب من 4000 شهيد
عارف يعني حضرتك 4000 شهيد مجند وصف ضابط وامين شرطه وضابط قوات مسلحه وضابط شرطه من اجل الحفاظ على الامن القومي المصري. الناس لازم تفتكر. انتوا بتنسوا ولا ايه؟ لا أرجع. احنا قدمنا تضحيات كبيره جدا. اه والله يعني لولاهم ما كناش عملنا. لا المصريين ما بينسوش، والمصريين وقت الجد جدعان قوي، والمصريين بيحبوا بلدهم طبعا، وعارفين ان اللي جاي ان شاء الله ان شاء الله هيكون احسن بكتير، واكيد اكيد هيفضل ايديهم في ايدين بعض. هرجع للحوار الوطني، عايز اعرف اهم النقط السياسيه والاجتماعيه. اهم النقط السياسيه اللي تم طرحها خلال الفتره القادمه، اولا كيفيه الخروج بقانون يشمل جميع الاحزاب لخوض الانتخابات القادمه، قانون اللي هو تقسيم الدوائر. قانون تقسيم الدوائر الجميع يتحدث النهارده، هل الانتخابات القادمه هتبقى بنظام القائمه المطلقه ولا القائمه النسبيه؟ هل النهارده تمثيل المرأة هيفضل 25% والشباب والأقباط زي ما هو موجود ولا هيزيد؟ هل النهارده نسبة الأحزاب داخل البرلمان القادم هتزيد ولا هتبقى زي ما هي؟ طيب هل النهارده تواجد المال السياسي النهارده هيكون محدود ولا هيكون منفتح؟ كل هذه الأطروحات موجودة على أجندة الحوار. مع الايام القادمه على ما اعتقد النهارده في ظل الاطروحات اللي موجوده، في ظل الدعم القوي جدا للاحزاب خاصه الاحزاب الصغيره والشباب والمراه، هيكون في اطروحات هامه جدا للخروج الى حل يرضي جميع اطياف القوى السياسيه. بالمقابل احنا شايفين بعض الملفات الاجتماعيه، ملف الحريات وملف حقوق الانسان وحريه الاعلام وحريه التعبير وخلافه، واحنا شايفين الفتره اللي فاتت قد ايه الانفتاح الكبير جدا لدعم الدوله المصريه النهارده في ملف الحريات، وشايفين دور القياده السياسيه وخاصه الرئيس عبد الفتاح السيسي كل لما يكون في مناسبه بنلاقي النهارده المحبوسين والغارمين النهارده بيتم اطلاقهم النهارده وبيتم خروجهم، والدوله المصريه داعمه ليهم في كثير من المشروعات الصغيره خلال الفتره القادمه. ايضا من ضمن القوانين قانون الحبس الاحتياطي بيتم مناقشته النهارده، كيفيه الوصول لحل يرضي جميع اطياف المجتمع المصري النهارده من اجل هذا القانون اللي الجميع بيشتكي منه خلال الفتره القادمه. كل هذه الملفات، ايضا ملف الحريات الحريه والتعبير، احنا شايفين النهارده الانفتاح اللي موجود في الاعلام المصري في ظل التواجد والغول السوشيال ميديا، دايما كده بقول غول السوشيال ميديا النهارده في ظل الاضطرابات اللي موجوده المنطقه، في ظل الاضطرابات اللي موجوده في اهل العالم، فكل هذه الملفات مطروحه النهارده على طاوله الحوار. بالمقابل عشان اكمل لك الجزئيه دي، احنا شايفين دور الاكاديميه الوطنيه لتدريب وتاهيل الشباب النهارده الداعمه للشباب، الداعمه للقوى السياسيه، الداعمه لجميع الملفات الاجتماعيه خلال الفتره القادمه. طيب انا عايز اسالك، شايف دعوة فخامة الرئيس للإشراف القضائي خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة شايفها فيه؟ ده شايفه نجاح كبير جدا من القيادة السياسية والتنفيذية والرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني خلي بالك القانون الحالي طبقا للدستور اللي هينتهي لإشراف القضائي في يناير 2024، يعني طبقا للقانون والدستور اللي احنا رحنا صوتنا عليه في 2019 ما فيش اشراف قضائي الانتخابات الرئاسية او البرلمان القادم، ولكن دعوة الرئيس النهاردة لتعديل هذا البند ده دلالة على نجاح القيادة السياسية وعلى الشفافية، وانا بأكد على الشفافية والنزاهة خلال الانتخابات الرئاسية او انتخابات مجلس النواب او المحليات، وده يدل على القوة السياسية والقوة الحزبية والقوة البرلمانية والقوة التنفيذية وقوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشابوه للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم هذا القانون والإشراف القضائي على أي استحقاقات انتخابية خلال الأيام القادمة. لو هتكلم عن المستقبل يبقى هتكلم عن الشباب. نعم. تنسيقية الشباب الأحزاب والسياسيين ودورهم. زي ما اتكلمت معاك عن تنسيقية شباب الأحزاب، هي يعني تم إنشاء عام 2016، لم يكن أحد يتخيل عن تواجد شباب واعي مثقف يعي كل كبيرة وصغيرة، عنده اطروحات وعنده أفكار لدعم القيادة المصرية، لدعم القيادة التنفيذية، لدعم القوى السياسية في جميع الملفات. وخلينا نتكلم معاك، احنا شفنا دور تنسيقية شباب الأحزاب، يعني يمثلون ما يقرب من حوالي أيضا 7 نواب داخل نواب محافظين داخل تشكيل المحافظات خلال الأيام القادمة.
والتنسيقيه شباب الاحزاب النهارده كل يوم احنا بنشوف، يعني عايز اقول لحضرتك على حاجه، كل حزب ممثل بتسع اعضاء تنسيقيه بجانب ان ثلاثه احتياطي فوق ذلك. النهارده ما يكرم من حوالي 127 عضو داخل تنسيقيه شباب الاحزاب ممثلين داخل التنسيقيه، شايفين ما يقرب من حوالي 40 نائب داخل التنسيقيه، شايفين تواجد التنسيقيه النهارده في جف القوه التنفيذيه، شايفين التنسيقيه النهارده موجوده النهارده في طاوله الحوار، شايفين التنسيقيه النهارده موجوده النهارده في جميع الجهات التنفيذيه في الدوله مع القوه السياسيه والتنفيذيه، شفناهم قبل كده بيقدموا طروحات كبيره جدا في مؤتمرات الشباب، في منتدى شباب العالم، النهارده بيتكلموا، النهارده بيخرجوا في مؤتمرات خارجيه بيمثلون الدوله المصريه في الكثير من الملفات، سواء الملفات الخارجية أو الداخلية أو على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي. فده نجاح تنسيقية شباب الأحزاب، وشابوه للقيادة التنفيذية والقيادة الحكيمة اللي دعمت هؤلاء الشباب. وعلى ما أعتقد أن هيكون في بعض الكيانات المهمة خلال الأيام القادمة أيضا بمقابل التنسيقية. لو كنا نتذكر شباب الجمهورية الجديد اللي كان دعمه القيادة السياسية في شهر يوليو الماضي، هنشوف بعض الائتلافات وبعض الكيانات المدنية والغير مدنية لتأهيل الشباب لخوض الاستحقاقات الانتخابية القادمة. أعتقد كل ذلك هنرجع في الآخر نرفع القبعة للقيادة السياسية في ذلك الملفات. الشباب عندي في مصر مقسومين اتنين، جزء هو واعي بطبيعته وبفطرته وعنده الحس الوطني جدا وحابب المشاركة السياسية، وده نزل الشارع بنفسه ودور وسيرش وبكل ما هو جديد بدأ يختلط وينخرط في العمل السياسي. وشباب طلع من بيت سياسي فطلع شارب وواعي وعارف، ما ينفعش أقول أصل ابن فلان وابن فلان. صحيح. في كتير جدا من الشباب، اللي دول انا مش ضدهم، انا معاهم جدا جدا، لان الشاب ده اتولد في وسط الورق، اتولد في وسط اللجان، اتربى وكبر في وسط الشارع السياسي. وزمان كان العمل السياسي، كل اللي شغال في العمل السياسي بيوته مفتوحه وعارف يعني ايه سياسه وعارف يعني ايه احزاب، فالشباب دي اتولدت في البيوت دي. فما ينفعش النهارده نقول لا اصل ابن فلان، لا، ينزل وينزل الشارع لانه زيه زي اي شاب عادي، بالعكس ده ممكن يكون فاهم أكتر في السياسة وعارف أكتر وسمع أكتر وخرط فيها أكتر. عايز أقول لحضرتك على حاجة، كان في مقولة كده دايما تقولك يا باشا ده عضو مجلس النواب ده هيجيب قرايبه، هيجيب ابن عمه، هيجيب ابن خاله، هيجيب أيا كان يعني. لا، الحوار الوطني اللي شغال حاليا بيتم من خلاله في غرف مغلقة وغرف منفتحة تأهيل وتدريب شباب هيخوض الانتخابات القادمة على جميع أنحاء الجمهورية. هي. شباب مؤهل وبيتم تأهيله زي ما قلت قبل كده في أكاديمية الأكاديمية الوطنية تدريب الشباب. شفنا قبل كده دور القوات المسلحة المصرية النهاردة في دعم الشباب عن طريق الدورات اللي بناخدها في كلية الدفاع الوطني. يعني ايه نفهم يعني ايه امن قومي، نفهم يعني ايه سياسه، ونفهم يعني ايه مجالس محليه وخلافه. هنشوف الايام القادمه النهارده بعض الكيانات اللي هي المدنيه اللي هتبدا تاهل الشباب لخوض الاستحقاقات الانتخابيه القادمه. لا، الشباب النهارده لازم يكون عنده طموح كبير جدا، الشباب النهارده لازم يعي ويفهم النهارده للدوله المصريه ده عمل الشباب، لازم النهارده الفكره بتاع زمان يتم الغائها اللي هو ابن النائب لازم يكون نائب وابن السياسي لازم يكون سياسي. لا، مش موجود الكلام ده اطلاقا حاليا. ما ننكرش ان هو عنده خبره سياسية. اكيد عنده خبره، لكن احنا عايزين نقول ايه بقى، يعني لما شفنا تنسيقيه شباب الاحزاب اظن معظمهم ما كانش اولاد سياسيين، اولاد نواب يعني. تمام. شباب من جميع اطياف المجتمع، وشفنا لهم اطروحات وشفنا لهم نجاحات كبيره جدا النهارده. فده دلاله على نجاح الدوله المصريه. وخلي بال حضرتك على حاجه، انت بتتكلمي فيما يقرب من حوالي 45 نائب، ده رقم كبير جدا النهارده، ده غير الممثلين عن الشباب داخل الاحزاب، وغير اللي تم اختيارهم من قبل السيد الرئيس، وغير الممثلين عن مجلس الشيوخ اللي هو يعني احنا عارفين مجلس الشيوخ كان 300 نائب، 100 قائمه و100 فرد و100 تبع اختيارات السيد الرئيس. يعني احنا لو دورنا على تمثيل الشباب خلال الفتره اللي فاتت، اكتر فتره الدوله المصريه دعمت للشباب في الفتره الحاليه، واكتر دوله موجود فيها ممثلي الشباب خلال الفتره الحاليه هي الدوله المصريه النهارده، واكتر دوله خلال الفتره اللي فاتت ممثلي المراه المصريه هي خلال الفتره الماضيه هي الدوله المصريه حاليا. واحنا شايفين النهارده الانفتاح اللي موجود النهارده، محدش بيمنع حد،
بالعكس، طالما النهارده انت راجل مثقف وفاهم وعارف يعني ايه امن قومي، وعارف يعني ايه حياه سياسيه، وعارف يعني ايه حياه اقتصاديه، وعارف يعني ايه حياه اجتماعيه وداعم للدوله المصريه في كثير من الملفات، لا انزل وخلي عندك تروح اطروحات واهل نفسك النهارده لخد اي استحقاقات نيابيه قادمه. بالعكس احنا شايفين الدوله النهارده داعمه للشباب في كثير من الملفات، بس لازم ايه تشتغل على نفسك وتفهم يعني ايه النهارده مجالس محليه، وتفهم يعني ايه مجالس نيابيه، وتفهم يعني ايه ملفات اقتصاديه، وتفهم يعني ايه ملفات اجتماعيه، وتفهم النهارده يعني ايه طلب احاطه، وتفهم يعني ايه طلب استجواب، وتفهم النهارده ما تيجي تكلم وزير هتتكلم معاه في ايه، وما تيجي تكلم مسؤول هتتكلم معاه في ايه، وما تيجي تدخل على مسؤول النهارده في اي جهه تنفيذيه هتتكلم معاه في ايه. لازم يكون عندك خبرات، والخبرات دي مش هتيجي غير من خلال الاحتكاك بالشارع المصري، لان الشارع النهارده هو عصب اي استحقاق نيابي. وطالما النهارده انت منتشر وموجود والشعب عايزك، اكيد القياده التنفيذيه مش هتقف في طريقك، يعني طالما انت شغال وليك شعبيتك وليك تواجدك، محدش هيقف قدامك، بالعكس ده هيدعموك. استاذ مصطفى قلت كلمه كويسه جدا، لازم تشتغل على نفسك طبعا. لازم كل شاب حابب يتعامل ينزل الشارع ويتعامل في ينزل العمل السياسي يشتغل على نفسه، لازم يعرف نفسه الاول، لازم يشتغل على نفسه كويس جدا. المواطن المصري ذكي جدا وواعي جدا، والتواصل الاجتماعي بقى كتير، ما عادش ينفع حد يضحك على حد. صحيح. ما عدناش زي الأول. لا المال السياسي هيضحك على المواطن البسيط، ولا الناس العادية اللي بالبروباجندا بتعمل شو هتعرف تضحك على الناس. المواطن المصري البسيط ذكي جدا وواعي جدا وبيحب مصر جدا وهيختار الصح. فاشتغل على نفسك لو انت واخد قرار ان انت تمشي في الطريق ده. للأسف فقرتي انتهت، ومضطرة أشكر ضيفي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ مصطفى أبو عطا. شكرا جدا عبير، وشكرا لحضرتك، وأتمنى يعني دايما التوفيق لحضرتك ولأسرة البرنامج. شكرا جدا لحضرتك. مشاهدينا هنطلع فاصل ونرجع لكم مع فقرة حوارية جديدة، استنونا.